قاعدين بالبيت 100,000 دولار. هدول 100,000 دولار من ام بي سي للي قاعدين ببيوتهم تسليهم، تزيد من يعني حماسهم للبقاء بالبيت. على فكرة يعني الواحد بيقول لك you are not stuck at home، انت you are blessed at home، انت مش يعني مخنوق بالبيت، لا ابدا، انت المفروض تكون سعيد بوجودك مع عيلتك ومع اهلك حتى تنزاح هذه الغمة. والمئة الف دولار بسيطة جدا، كل اللي عليك تصور حالك، تصور اهلك، تصور لو لا عاد لحالك، في كثير ناس عايش ساكنة لحالك، صور حالك سيلفي وانت قاعد عم تطبخ عم تعمل شيء، وابعتها على الويب سايت تبعنا اللي هو www.mbc.net/dream. بس تبعت لنا الصورة ونحن سنعلن عن الفائزين كل يوم على السوشيال ميديا تبع ام بي سي. انا كمان حابب اليوم اشكر حقيقة